هاي اند ويلكم باك تو لوليس شانل. اليوم بدنا نعمل لوك كتير حلو، بدي اعمل فيه ماربلينج بس بطريقة الستامبينج، وهي شوي طريقة غريبة. سو اذا حبيتوا تشوفوا هذا الفيديو بليز كيب واتشينج اند بليز سبسكرايب تو لوليس شانل. لهيدا اللوك بدي استعمل هول الالوان من كيكو. بدي استعمل البيس كوت والتوب كوت اللي دايما بستعملهم من لكسي، السترونج هاردنر والفاست فينيش، وبدي الليكويد ليتكس. لهذا اللوك بدي استعمل ورقة شفاف بلاستيك، فيكن تجيبوها من حيالله مكتبة، وكمان بدي ستامبرز اتنين سيليكون ستامبرز. اول شي مثل كل لوك بدي حط بيس كوت على ضفيرة، بدي حط منه طبقة على كل ضفيرة. بعدين بدي اخذ افتح لون من كيكو، بدي احط منه طبقه على كل ضفيره. لهيدا اللوك ما ضروري نحط طبقتين لانه رح نرجع نغطي فوقه برسمه بنعملها بالستامبينج. بعدين بدي اخذ الليكويد ليتكس وبدي احط منه طبقه حوالين كل ضفيره لانه بدي اطبع على ضفره، وهذا رح يساعدني كتير بالتنظيف، وهلا رح تشوفوا كيف. بس تنشف الطبقة يلي على ضفرة بدي جيب ورقة البلاستيك الشفاف، وبدي اخد افتح لون وبدي حط منه طبقة سميكة على الورقة. بعدين جيب لون الموف الغامق وبدي حط بالطبقة يلي عملتها نقاط عشوائية، وبرجع بجيب هيدا اللون الميتاليك وكمان بنقيت عليهم. بعدين باخد هيدا اداة اللحمية الحديد وبمزج الالوان ببعضها بطريقة عشوائية. بعدين بجيب الستامبر وبطبع فوقها هي وبعدها منا منشفة الرسمة اللي عملتها، ومثل ما منشوف انه هي رح تنفعص وبتعلق الرسمة على الستامبر. هلأ بدي انطرها لتنشف شوي على الستامبر، وباخد الطبعة التانية وبحطهم على بعض، هيك بنقل الصورة على الستامبر التانية. هيدا الشي بعمله علشان الرسمة اللي انا عم شوفها على عيني تصير على ضفرة، لانه اذا حطيتها على ضفرة من اول ستامبر مش رح نحط الرسمة اللي نحنا شايفينها. بعدين باخدها للستامبر التانية وبحطها على ضفرة، وبحرك ايدي منيح منيح لحتى لي ما حسها لقطت على ضفرة منيح، وبشيلها شوي شوي. بعدين باخد اداة اللحمية الحديد وبدفش مطرح اللحمية علشان هي بتكون كلها شقفة وحدة، هيك بفصلها على حجم ضفرة. بعدين بقشر الليكويد ليتكس حوالين ضفيره، هيك بشوف كيف ضفره نضف دغري. وبدي كرر نفس الشيء على كل ضفيره، بدي احط طبقه سميكه من اللون الفاتح، وباخد اللون الغامق بنقط منه، برجع باخد لون الميتاليك وبنقط منه، باخد اداه الحديد وبخليهم هيك يندمجوا ببعض شوي، وباخد اول ستامبر وبطبعهم، بنقلهم على تاني ستامبر وبطبعها على ضفري، وبنظف حوالين ضفري وبشيل الليكويد ليتكس. لما نخلص كل هيدا اللوك ونظف كتير منيح، مثل كل لوك بدي اخد التوب كوت وبدي احط منه طبقة على كل ضفيرة. وهذا كان اللوك، ان شاء الله يكون عجبكم.